مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم ككل يوم احد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافه. برنامج هذا اليوم سنخصصه لجوانب علميه مرتبطه بالكورونا فيروس، تعامل المغاربه تاريخيا مع الاوبئه، وايضا نظره المثقف والكاتب للاثار التي الحقها انتشار هذا الوباء بمجتمعنا. اذا ضيوفنا عن بعد عبر سكايب هما يوسف الهوت، استاذ في علم الاوبئه بجامعه هارفارد وجامعه ماساتشوستس بالولايات المتحده الامريكيه، مصطفى نشاط استاذ تاريخ بكليه الاداب بوجده، وعبد الكريم جويطي كاتب وروائي. مرحبا بكم. بدايه غنبدا بالسي يوسف الهوت، استاذ في علم الاوبئه بجامعه هارفارد. سي يوسف مرحبا بك. السلام عليكم سي عبد الله. اهلا وسهلا. بدايه نبدا معك بالولايات المتحده، لانك انت كتعيش في ولايه بوسطن، وكنعرفوا الان بان الولايات المتحده الان اصبحت ربما المركز الرئيسي ديال انتشار كورونا فيروس. يعني غير اليوم في 24 ساعه الاخيره كانت واحد 1500 حاله وفاه، وبانه عدد المصابين يعني الناس اللي بانهم تم الكشف عنهم 300,000 مصاب في الولايات المتحده الامريكيه. كيفاش انت عايش هذا الوضع هذا، وكيفاش في الولايات المتحده الامريكيه كتعايشوا مع هذا الانتشار هذا بهذا الشكل الكبير هذا وبهذا السرعه هذه؟ هو صراحة هذا الشيء كان تقريبا متوقع. من نهار بداو كيديروا بزاف ديال لي تيست كان متوقع انه غادي نشوفوا واحد الارتفاع كبير في عدد الحالات وحتى في عدد الوفيات. واللي جعل هذا الشيء اكثر حدة هو انه بزاف ديال الولايات ما داروش اجراءات بكري. دابا غير كاينين شي ولايات اللي يلاه داروا اجراءات هذه النهار ولا يومين، كاين ولايات اخرى مازال ما داروش اجراءات، ومازال في الجوج سيمانات الجايين غادي نشوفوا اعداد اكثر، لانه الولايات اللي في الجنوب تعطلوا بزاف الاجراءات وعاد غادي نبداو نشوفوا واحد الموجه اخرى. دابا غير الولايات اللي فوق، نيويورك، بوسطن، كاليفورنيا، واشنطن، من الايام الجايه غادي نشوفوا فلوريدا، جورجيا، والولايات اللي لتحت، الولايات الحمراء كما كنسميوها. البوسطن فيها واحد الجاليه مغربيه كبيره بزاف، واش عندك شي اتصالات بان كيفاش الوضع ديالهم تما؟ هو بوسطن الا كان شي ولايه اللي تقدر تقريبا تخرج، هو الوضع صعب، ولكن هنا كاين عدد كبير من المستشفيات وديال المراكز الجامعيه. غير ولايه بوسطن فيها اكثر من 200 جامعه، وكل ممكن مراكز جامعيه الى غير ذلك. دونك الوضع خايب، ماشي بسيط. وهذا كاين اكثر من 200 من الاجهزه الطبيه اللي تصابوا هذا الشيء السيمانه الفايته. اذا الوضع حاد في نيويورك بزاف. سي يوسف الهوت، انت باحث في علم الاوبئه، شنو اللي كيميز هذا الكورونا فيروس يعني على الفيروسات الاخرى اللي كيشبهوا ليه؟ يعني بهذا الشيء اللي كنعيشوا الان حاليا مع هذا الفيروس ما عشناه مع شي فيروسات اخرين، يعني على الاقل غير في ال 20 سنه الاخيره. شنو اللي كيميز هذا الفيروس هذا، وشنو كيجعله بانه اكثر حده من الفيروسات الاخرى؟ راه عشنا شي حاجه ماشي بهذه الحده، ولكن فاش جا هذاك قشاع انها انفلونزا الخنازير غير هو كان اقل حده وهذا، ولكن راه تقريبا 20 حتى 25% ديال لا بوبولاسيون مونديال تقريبا تعادت. هو اللي كيميز هذا من الاخرين هو فيه واحد لا كومبينيزون ديال العوامل اللي كتخليه خطير. واحد هو انه كينتقل اكثر من تقريبا اللي كنسميوه حنايا لا غريب، يعني الزكام جوج خطرات اكثر. ثانيا هذاك فتره الحضانه ديالو طويله، يعني فتره الحضانه طويله يعني الانسان يقدر يكون معادي لمده طويله، ماشي بحال الزكام مثلا. كورونا كتسمعني مزيان؟ وكنسمعك السي يوسف، كنسمعك. ماشي بحال الزكام مثلا. اي بحال دابا راه كاين بحال بعض انواع الزكام، ولا كيقول لك ضربك البرد، راه سي دوتر كورونا فيروس، ولكن هذوك فتره الحضانه ديالهم قليله، ما كيترونسميتوش بزاف الى غير ذلك. هذا واحد القضيه اخرى اللي صعيبه هو انه يقدر ينتقل قبل ما يجيوك الاعراض، يعني انت يا حامل ما عندك حتى شي علم انك حامل،
وتقدر تنقل الفيروس. فغالبا الظن ما غاديش تنقلوا بحال الا كانوا عندك ديجا الاعراض، ولكن هذه قضيه مهمه. والعامل الاخر هو انه معدل الفتك ديالو اعلى من 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 لا غريب سيزونيير تقريبا، غادي يكون 10 الخطرات حتى 20 خطره اكثر. يعني درجه الخطوره ديالو قد بانه كيؤدي الموت اكثر 15 مره 20 مره من هذاك الزكام العادي اللي كنعرفوه مثلا كيكون في مثلا في فصل الشتاء مثلا. سي يوسف ولود، كنتي يعني بانه منذ بدايه انتشار هذا الوباء كتبتي واحد المقال في 13 مارس، يعني اسبوع قبل الاعلان الرسمي في المغرب على الحجر الصحي، ودعيتي هذه يعني اسبوع قبل دعيتي بانه يتم تقليل من الحركه وبانه وقع حجر صحي. علاش كنتي دعيتي لهذه الاجراءات هذه يعني منذ مده؟ وشنو في نظرك خصو يدار دابا باش نداركوا الامور باش هذا المرض هذا ما ينتشرش؟ هو القضيه بسيطه، كاينين هذوك النماذج ديال انتشار الاوبئه. هاد النماذج كيعطيوك تقريبا التطور الطبيعي ديال الفيروس انطلاقا من داكشي اللي كنعرفوه. هذاك النموذج كيعطيك تقريبا انه الفيروس باش يوقف من الانتشار خصو يكون انتشر ديجا في تقريبا 50 حتى 60% ديال المجتمع. وإلا ما درتي حتى شي اجراءات هذاك الشيء اللي غادي يكون. دونك وحنايا عرفنا انه كيشكل ضغط كبير على المنظومه الصحيه هذا الفيروس، راه واخا ما معدل الفتك ديالو تقريبا 1 ولا 1.5%، ولكن تقريبا 20% 15 ل 20% الناس غادي يحتاجوا يمشيو للسبيطار. وهذا بزاف، راه غير لا غريب سيزونيير راه كتشكل ضغط كبير على المنظومه الصحيه. الى زدت عليها فيروس بحال هذا راه الاشكال ماشي غير في الناس اللي غيمرضوا، الاشكال في الناس الاخرين اللي محتاجين للمنظومه الصحيه واللي ما غاديش يقدروا يتداووا. يعني دونك هذا الشيء اللي كاين. دونك وكانوا بزاف ديال علامات الاستفهام، ولكن اللي كنعرفوه في ذاك اللحظه هو انه الحل الوحيد اللي عندك هذيك الساعات هو التقليل من انتشار الوباء باعتماد بعض السياسات اللي هي شويه قاصحه. مثلا الابتعاد الاجتماعي فور اكزومبل، هذا الابتعاد الاجتماعي راه قاصح. وواحد وكاينين فيه حوايج بحال اللي قلت انا انك تسد المدارس. تسد المدارس راه التلاميذ راه منظومه، راه الاباء خصهم يجلسوا في المدرسه. ولحد الساعه اليوم مازال ما عارفينش ان واش الاطفال كينقلوا بدرجه كبيره الفيروس، يعني كانت اجراءات احترازيه. هادشي اللي كاين، يعني كان هذا هو الحل الوحيد في ظل غياب معطيات كثيره، في ظل هذوك اللي كنسميوهم زانسيرتيتود. هذا كان هو الحل الوحيد. ولحد الساعه دابا راه مازال ما بانش شي حل اللي غادي نخرجوا منه من المازق بطريقه او باخرى. كاينين حوايج اللي نقدروا نديرهم، ولكن غادي يستدعيوا عدد من المعطيات اللي خصها تحلل باش نعرفوا شنو خدم شنو ما خدمش، واش نقدروا كمثال نطلقوا المدارس ولا لا، لان هذا غادي يرفع واحد الضغط كبير على الاباء وعلى الناس الاخرين. ولكن من اجل داك الشيء خاصنا معطيات ديموغرافيه، خاصنا معطيات على عدد المستشفيات كي دايره الحاله فيها، خاصنا معطيات على التحركات السكان. من نهار درنا هاد الاجراءات شحال درجه الحد من تحركات السكان سواء داخل منظومه وحده ولا من جهه لجهه باش نقدروا نحلوا هاد المعطيات. داك الشيء علاش انه الباحثين في المغرب خص يكون عندهم هذاك لاكسل المعطيات ديال مديريه الاحصاء وديال بزاف الحوايج اخرين باش يقدروا يكونوا بزاف الناس كيخدموا على الاشياء وحوايج اخرين. ولكن سي يوسف كيفاش كتفسر بانه بعض الدول
استطاعوا باش يحدوا من انتشار ديال هذا الوباء هذا، مثلا خدينا مثلا كوريا الجنوبيه او خدينا سنغافوره، بينما دول اخرى رغم بان الدول هذه متقدمه وعندها امكانيات كبيره، الولايات المتحده مثلا او مثلا فرنسا او ايطاليا او اسبانيا، الانتشار ديالو كان كبير. كيفاش كتفسر دول نجحات ودول ما نجحاتش بانها تحد منه؟ كاين عدد العوامل. العامل الاول ديال المشترك بين هاد الدول اللي حدات، واخا حدات راه كلمه كبيره لحقاش. دابا تشوف سنغافوره حتى نزلوا لي حالات دابا غير في مارس راه طلعوا اكثر من الدوبل، يعني مازال كاين الشك. ولكن العامل المشترك هاد الناس هادو اولا كانوا تعرضوا للسارس، يعني لونسيتر ديال هاد السارس كوف جوج، يعني بغينا نقولوا الجد الاكبر ديال هاد الفيروس ديال كورونا فيروس اللي كان في بدايه الالفينيات. ماشي جد الاكبر ديالو ولكن قريب ليه، قريب ليه، يعني عنده نفس المعطيات، كيشرك معاه واحد النسبه كبيره جينيا الى غير ذلك. هادو كانوا مستعدين وكانوا عندهم خلايا ديال مهيئه انها تجاوب بسرعه. هذا واحد. ثانيا بحال الا خديتي كوريا، عندهم كيتستو بزاف، وإلا ما كتستش بزاف راه صعيب تعرف فين كاين الفيروس وفين ما كاينش، فين خصك تطلق الناس فين ما خصكش تطلقهم. يعني دابا الفترة الجاية غادي تبغي بزاف ديال التستين. وكاين دول أخرى بحال تايوان، تايوان هو النموذج المهم بزاف، كان عندهم استعداد كبير، ورغم الاتصال ديالهم أنهم تقريبا راه تابعين للصين ما انتشرش الفيروس، ولكن كانوا عاود تقنيات معلوماتيه ديال اللي كانت تقدر تتبع تحركات الناس عبر الهواتف النقاله، ولكن بيانات مجهوله، يعني باش الهويات ما تهدر. كانوا تطبيقات هاتفيه اللي انت الا فيك كمثال الفيروس كتقدر تدخل هذاك المعلومه في التطبيق، وكيقدر يصيفط بزاف ديال الناس اللي كانوا تلاقاو معاك في السيمانات اللي فاتوا، باش يديروا هذاك الاختبار، باش يديروا هذاك لو تيست، باش يعرفوا واش حامل الفيروس ولا. ولا غير ياخذوا الاجراءات انهم ما يخرجوش من الدار ولا يعزلوا نفسهم. نعم. كاين ايضا واش هناك امكانيه ديال بانه يكون واحد اللقاح الفاكسان ديال هذا الكورونا فيروس؟ واش كاين امكانيه بانه قريبا يقدر يكون واحد الفاكسان ديال كورونا؟ قريبا هذا مفهوم نسبي. هو غالب الظن غادي يكون اقرب من التجارب السابقه، لحقاش هذوك لي فاكسان راه تقريبا سنوات ديال العمل. هو باش ما الناس الفاكسان خصو واحد لا بروسيدور طويله صراحه. والاشكال هنا ماشي غير انك توصل للفاكسان، يقدر يكون عندنا فاكسان من هنا بضع شهور، ست شهور، تسع شهور، من هنا لاخر العام، ولكن خصك تنتجو درجات كبيره، خصو يتوفر للدول الناميه لبزاف الناس اخرين. يعني المعطيات اللي كاينين يقدر يكون فاكسان، ولكن كنقولوا على 2021 2022 تقريبا. ايضا كاين واحد القضيه بانك انت ايضا اختصاصي في الامراض ديال المناعه وفي القضيه ديال المناعه. كنعرفوا بان هذا الفيروس هذا الكورونا فيروس كيمس الناس خصوصا اللي عندهم واحد المشكل ديال المناعه. كيفاش كتفسر علميا هذه القضيه هذه؟ راه ماشي خصوصا الناس اللي عندهم مشكل ديال المناعه، راه كيمس الناس اللي الحاله ديالهم كتدهور بزاف، هما الناس اللي عندهم تقريبا السكري، الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين، الناس اللي عندهم الضغط، وبعض والناس اللي عندهم مناعه تقريبا قليله. هادو باينين لحقاش ما كيقدرش لك تجاوب على الدخول للفيروس بطريقه معقوله. هو المناعه انا كنخدم على ديفلوبمون ديال الجهاز المناعي عند الاطفال من الصغر، يعني وكنعرفوا كاين
كاين عدد الاشياء اللي كتقدر تاثر عليه، منها عوامل جينيه ولكن منها ايضا عوامل بيئيه والتغذيه الى غير ذلك، كاين بزاف الاشياء. وكيفاش كيتم يعني الا خرجنا مثلا كنتمناو هادشي الا خرجنا من هذه الازمه هذه، كيفاش كيتم تقويه هاد الجهاز ديال المناعه ديال الانسان؟ كما قلت لك هو شويه كومبلكس، ولكن كنعرفوا كاين عوامل كثيره، منها منها التغذيه، منها التلوث. حنايا عندنا دراسات اللي كتبين انك الا كنتي معرض لبعض انواع التلوث ولا سميتو ميك المناعه ديالك ما كتكونش جاهزه بحال الناس اللي كيكونوا عايشين في بيئه نقيه. يعني كنشوفوا تقريبا كديروا تجارب على الدراري الصغار فاش كدير لهم الفاكسان ديال التيتانوس والديفتيريا، وكنشوفوا كيفاش كيجاوبوا، واش كينتجوا عدد كافي ديال هذوك مضادات لي زونتيكور، يعني مضادات الحيويه. وهاد الناس اللي كتكون عندها تغذيه مزيانه كتنتج احسن، الناس اللي كيكون عندها اللي كتكون تعرضت لتلوث كبير ميم فاش كتكون مازال في الكرش ديال الوالده ديالك كتقدر ياثر على الجهاز المناعي ديالك. ولكن اللي كنعرفوا دابا باش ندوا على كورونا بالضبط، هو صعيب تقوي الجهاز المناعي في صيمانه ولا جوج الصيمانات، ولكن كنعرفوا تقريبا بالنسبه لهذه الامراض ديال الجهاز التنفسي كاين الزنك. الزنك مهم كيعاون، كاين فيتامين سي اللي بزاف الناس كيعرفوا، وكاين فيتامين دي. فيتامين دي بزاف ديال الابحاث بينات انه كيعاون في تقليل ديال هاد لي زانفيكسيون وحتى في الاعراض ديالها. وهذا غالبا بحال هاد الاشياء الانسان خص يشوف مع الطبيب ديالو ويسال الاطباء اللي عنده في لو سيركل ديالو، هذا هو احسن ما يقدر الانسان يدير. السي يوسف اولوط، واحد السؤال اخير وعنده علاقه بك وعنده علاقه بالبحث العلمي، بانك انت النتاج ديال التعليم العمومي في المغرب وديال البحث الجامعي في المغرب، انت ما كيمشيش بانك في فرنسا، والان انت في باحث في هارفارد في جامعه ماساتشوست بالولايات المتحده الامريكيه، واش هذا الشيء اللي واقع الان حاليا ربما ملي غنخرجوا من هذه الازمه هذه ما يكونش واحد السبب اعاده الاعتبار البحث العلمي والجامعه في ماشي فقط في المغرب ولكن في العالم كامل وبالمغرب خصوصا؟ هو الناس بزاف كدوي على البحث العلمي يقدر واه، ولكن هو هادو بحال هاد الازمات الكبار هما اللي كيدعيوك ان شويه ديال التمعن والتفكر باش ولا التفكير المعمق على النموذج التنموي ديالك. لانه دابا الى ماشي غير البحث العلمي، يعني القطاع الصحي، القطاع حتى القطاع الاقتصادي، شنو هما الاول الاشياء اللي بنيت عليها الاقتصاد الوطني؟ لانه دابا انا نعطيك واحد المثال، هو الشهور الجايه غادي نحتاجوا بزاف ديال التيستين، اختبارات، ماشي غير هاد التيست الاختبارات، وماشي غير الاختبارات باش كتشوف واش الانسان مريض، غادي خصونا اختبارات باش تشوف واش الناس ربوا المناعه. وهاد النوع ديال الاختبارات راه ماشي شي 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 صناعه اللي هي خارج النطاق ديال الناس اللي خدامين في المغرب، راه تقدر تدار في المغرب وخصها تدار في المغرب. يعني كاين عدد ومنهم البحث العلمي، يعني خص يكون المعطيات موجودين، معطيات باش الناس تخدم، لحقاش راه تقدر دير بزاف ديال البحث العلمي بلا ما تحتاج امكانيات كبيره. يعني غير كانوا معطيات موضوع راه الاشاره في الباحثين المغاربه سيرتو الناس ديال السوسيولوجيا ديال الاقتصاد ديال حوايج اخرين، هذا راه غادي يشكل واحد الدفعه قويه للابحاث في المغرب. وحنايا راك المهم حنايا كاين هو الهجره الادمغه موضوع متشعب ماشي غير
كيدخلوا فيه عدد الاشياء تقريبا، سواء شخصيه سواء مجتمعيه سواء ستركتوريال ولا بنيويه. ونعاود ان شاء الله بنيويه. سي يوسف اولوط، نتمنى بان نلتقي بك فرصه اخرى نهضروا على الموضوع هذا مره اخرى. كنشكرك مره اخرى، وذكر بان كان معنا يوسف اولوط استاذ في علم الاوبئه بجامعه هارفارد وايضا استاذ باحث بجامعه ماساتشوستس. كنشكره لانه شارك معنا في البرنامج. شكرا لك سي يوسف. شكرا بزاف، شكرا لك، فرصه سعيده. شكرا لك. إذن تكلمنا الآن على الجانب العلمي في كورونا فيروس واللي كيميز كورونا فيروس عن أوبئة أخرى وأيضا الطرق ديال الوقاية منها. الآن ندوزو للجانب آخر وهو الجانب التاريخي وعن علاقة المغاربة بالأوبئة، لأن الأوبئة ماشي شي حاجة جديدة بطبيعة الحال، ليس فقط في المغرب ولكن في التاريخ ديال البشرية، ولكن كانت واحد العلاقة ربما اللي هي تاريخية وموجودة بشكل كبير ما بين المغاربة والأوبئة. والحديث عنها معنا مرة أخرى سي مصطفى نشاط، أستاذ تاريخ بكلية الآداب بوجدة. سي مصطفى مرحبا بك. سي نشاط مرحبا. مرحبا وسهلا. إذا كما قلت بأن المغرب والمغاربة كانت عندهم علاقة تاريخية مع الأوبئة، كيفاش عاشوا المغاربة عبر التاريخ المجيء ديال موجات ديال الأوبئة، سواء كان الطاعون سواء كانت كوليرا أو تيفيوس، كيفاش عاشوا هذه الأمور هذه؟ شكرا على الاستضافة. فعلا علاقة المغاربة بالأوبئة امتدت عبر مراحل تاريخية طويلة، وفي الواقع أحسن من عبر عن هذه العلاقة هو الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا، لما تحدث عن درجة أو سلسلة الأوبئة التي كانت تضرب المغرب، وحددها في مدة 10 سنوات أو 15 سنة أو 25 سنة، بمعنى أن المغرب كان دائما معرضا لإحدى الجوائح، إما أوبئة أو مجاءات أو قحوط أو غير ذلك. ومعنى ذلك كذلك أن 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 المغرب عبر تاريخه الطويل، وربما الذي ساعد أو ربما يفسر أكثر لماذا هذه العلاقة الوطيدة بين الوباء والمغرب والمغاربة، هو الموقع الجغرافي. نعلم أن المغرب منفتح على واجهتين بحريتين، ثم إنه منفتح على الشرق والجنوب على القارة الإفريقية، وهذا أسهم في سهولة دخول الأوبئة وانتقال العدوى من مناطق خارجية نحو المغرب عبر مجموعة من القنوات، إما عن طريق التجار تجارة، أو عن طريق طبعا إما بحرية أو برية، أو عن طريق الحجاج، أو عن طريق انتقال الجيوش. على أي حال هناك مجموعة من القنوات. مسألة أخرى هو أن هذا الحضور الواضح للأوبئة في تاريخ المغرب كان حضورا بنيويا ولم يكن ظرفيا، فلم تكن الأوبئة تترك مجالا للمغاربة من أجل الاستراحة، ما أن يصابوا بجائحة من الجوائح حتى يصابوا بجائحة جديدة. دقة خلونا صغيرة. نعم، هذا ضعف الاستراحة في الواقع كان له أثر كبير على مسألة الإقلاع في تاريخ المغرب، بحيث أنه يمكن من خلال دراسة الجوائح نفسر بعض العوامل التي لم تكن عوامل مساعدة على حدوث إقلاع في تاريخ المغرب. وثم أن هذه الأوبئة لحدتها وهول المصاب أطرت ونقشت الذاكرة الجمعية المغربية، حيث أصبح المغاربة يؤرخون بمجموعة من الجوائح، مثلا بالنسبة للطاعون الأسود الذي ضرب المغرب في العصر الماريني. منذ تلك اللحظة أصبحنا نجد في المصادر التاريخية عبارة الوباء الأول، إشارة إلى هذا الوباء الكبير الذي أصاب المغرب خلال تلك المرحلة. نجدها تتحدث عن عام بوغليب، أو مثلا عن عام البون إلى حد قريب. بوغليب اللي هو الكوليرا، ياك؟ اللي هو الكوليرا. سنرى لماذا سمي بهذا الاسم. إذا صنفنا الأوبئة التي كانت تضرب المغرب حسب أهمية خطورتها، فنجد في بداية الأمر الطواعين، ثم بعد ذلك
الكوليرا، انما تجب اشاره على المستوى التاريخي انه قبل حدوث الكوليرا التي حلت بالمغرب لاول مره في سنه 1834 واعتبرت زائرا وافدا، لان حسب ما هو موجود في المصادر التاريخيه لم يعرف المغاربه هذا الوباء الا في سنه 1834. بعد الطواعين اخطر وباء كان هو الجدام الذي يعبر عنه ابن زهر بالعلة الكبرى، ولكن تراقم سنة 1834 تغير الترتيب، أصبحنا أمام خطورة الطاعون، ثم بعد ذلك بوغليب أو الكوليرا، ثم الجدام، الجداري، الملاريا، التيفويد التي كان أو التي يسميها المغاربة بالتيفوس. إنما أخطر هذه الأوبئة على الإطلاق هي الطواعين. وإذا سمحتم بالنسبة لهذا الطواعين، لعل أفدحها في التاريخ هو الطاعون المعروف بالطاعون الأسود، سمي بذلك طبعا ماشي في المصادر ديالنا، وإنما هي ترجمة لابيست نواغ. بالنسبة للمصادر هنا تتحدث عن الوباء الأعظم، عن الوباء الجارف، وهذا الوباء كان ينتقل من طبعا ظهر أول ما ظهر في الصين، وهذه لعلها من المفارقات. لسان الدين الخطيب يتحدث عن ظهور هذا الوباء لأول مرة في أرض الخطا، وأرض الخطا عند العجم هي أرض الصين، ومن الصين انتقل نحو البحر الأسود ثم نحو سواحل البحر المتوسط ليصل إلى المغرب في سنة 1348 ميلادية الموافق ل 749 هجرية. فهذا الوباء ينتقل حسب الدراسات العلمية والتاريخية عن طريق الجردان أو الفئران، وهناك من يذهب إلى أنه ينتقل عبر وخزي البراغيث والقمة. ما يهم هو أنه كان مرضا فتاكا للبشرية وللمغرب، وقد تحدث عنه ابن خلدون الذي فقد أبويه جراء هذا الطاعون في لوحة قاتمة في مقدمته، حيث يتحدث كيف أنه أتى على الجيل، بمعنى أن هناك جيل ذهب نتيجة هذا الطاعون. ابن بطوطة فقد أمه، وهناك لائحة طويلة عليها. فهذا الوباء تحدث عنه كذلك لسان الدين بن الخطيب كما سنرى في رسالته مقنعة السائل عن المرض الهائل. وما يهمنا هو أنه كان أحدث مجزرة حقيقية في البنية الديموغرافية للمغرب. لا نتوافر على دراسة أو على معطيات رقمية، لأن الإشارات ترد في المصادر في صيغتها الانطباعية، مثلا لم يسمع بمثله أو كاد أن يأتي على الخلق أجمع، ولكن تلقى من دراسات همت فضاء قريب منا مثلا مثل الأندلس أو تونس، يمكن القول بأن المغرب فقد جراء طاعون الأسود من ثلث إلى نصف عدد سكانه، وتتالت سلسلة الطواعين بالمغرب بعد ذلك عبر تاريخه. مثلا المنصور السعدي، السلطان السعدي توفي جراء الطاعون، ثم في القرن 18 ضربت الطاعون أو طواعين المغرب ثلاث مرات، ثم في القرن 19 طاعون وباء جارف سنة 1818-1820 دام سنتين. وهذا النوع من الطواعين التي كانت تضرب المغرب هي من نوع الطاعون الرئوي، علما بأن هناك نوعين حسب المصادر من الطواعين. هناك الطاعون دمالي، هذا ينتج أو تنتج عنه دماميل تغطي جسم المصاب، وهنا ويمكن الاستشفاء منه حسب الدراسات التاريخية والطبية بنسبة ما بين 65 حتى 90%. ولكن الوباء الطاعون الرئوي هو الذي كان يصيب عدة مرات المغاربة في تاريخهم، وهذا من أهم أعراضه أن المصاب به يبصق الدم، ومعنى ذلك أن حتفه أو موته سيكون محققا. ثم ظهرت، نعم
سي مصطفى نشاط. ثم الطواعين ضربت المغرب كما قلت في عدة فترات، إنما الوباء الثاني الذي عانى منه المغاربة هو وباء الكوليرا. كوليرا كما ذكرت. نعم هذا سماه المغاربة بأسماء من ضمنها الوباء الأزرق، لأنه كان ينتج نتيجة انعدام الشروط الصحية، وهو وباء وافد دخل إلى المغرب، وفي الغالب كان يدخل إما عن طريق الجزائر إذن من الشرق، أو عن طريق الدول الأوروبية عبر مضيق جبل طارق. هذا الوباء كما قلت ينشط أو جرثومته تنشط في البيئة التي تنعدم أو تقل فيها الشروط الصحية، مثلا كوجود قنوات صرف صحي مكشوفة، أو مثلا كانعدام النظافة، أو أكل أو تناول مثلا طعام فاسد إلى أو ماء فاسد إلى غير ذلك. المهم من كل هذا هو أنه ضرب المغرب سنة 1834، وأصبح المغاربة يسمونه بالوباء الأزرق، لأن من أهم أعراضه الإسهال الشديد ثم القيء الشديد، فكان المصاب به يتلون جلده بلون أزرق، فسمي من ذلك لدى المغاربة بالوباء أو الخوف الأزرق. سمي كذلك ببوغليب. علاش سمي ببوغليب؟ لأن هذا الاسم هذا بقى عندنا إلى حد الآن، مثلا في البوادي، مثلا في عربي عندنا في المغرب كيقول لك سير الله يعطيك بوغليب. علاش سموه بوغليب؟ صحيح صحيح، وغير الإشارة بوغليب، ثم كنقولوا في العوام في إطار هذا الله يعطيك لوبا، الله يعطيك لوبا. ما عرفش انا بالنسبه احنا عندنا في شرق المغرب كنتحدثوا في الاطار العامي الله يعطيك لوبا، اشاره الى الوباء، الى الوباء. على اي حال بوغليب سماه المغاربه بذلك لان المصاب به كان يفقد ملامحه، تصبح شاحبه نتيجه الاسهال الكثير ونتيجه القيء الكثير، وتجحد عيناه، وخلقته تتغير بشكل كبير في اليوم الواحد، فإذا تنقلب، فسمي من ذلك ببوغليب. زار بوغليب المغرب في القرن التاسع عشر 5 مرات، وكان يحدث بدوره مجازرة في البنية السكانية، فمثلا احتل أوتيل، أعطينا نموذج الوباء 1854، زار هذا الوباء غير المرغوب فيه المغرب، وتحدث عنه الناصري مثلا في الاستقصاء كيف أنه كان يودي بحوالي 120 شخص يوميا في سالة. هناك قصر في جيك بوحدها، نعم، في قصر في جيك، ورغم أنها بعيدة تتحدث المصادر كيف أن أحد القصور المسمى قصر المعيز فقد ربع سكانه نتيجة هذه الكوليرا التي ضربته في سنة 1854. ففي الشرق المغرب دخل وباء الكوليرا في هذه السنة نتيجة دخول الجيوش الفرنسية عبر جبال بني زناسن، وفقدت هذه المناطق 4000 من ساكنتها. إذن هذه الأوبئة كانت تحدث كما قلت خسائر ديموغرافية كثيرة، فضلا عن أوبئة أخرى كالجداري، الجوتام، التيفوس. على ذكر التيفوس، هو الذي قضى على الصدر الأعظم في عهد السلطان الحسن المولى عبد العزيز الذي هو بأحمد بأحمد توفي نتيجة هذا المرض المعروف بالتيفويد أو التيفوس. إذن ظل المغاربة طوال تاريخهم وإلى حد قريب نقول ما زلنا نتذكر، أو من خلال أبائنا وأجدادنا نتذكر عام البون، عام بون مصادف لسنة 1944-1945. هذه السنة لحق المغرب وباء عظيم، ومن سوء الحظ أنه تزامن مع قحط عظيم ومع جوائح أخرى، ولذلك أرخى المغاربة لهذا السنة الفادحة بعام البون. عام البون معروف على أي حال بالنسبة للمتبعين ومعروف لدى العامة. إذن هذه بصفة عامة ملخصة أهم الأمراء أو الأوبئة التي كانت تضرب المغرب،
والذي لم يكن ينجو منه لا الكبير ولا الصغير ولا الغني ولا الفقير، كل شيء ولا الغني والفقير. سابقا كان يعتقد بأن وباء الطاعون يضر فقط الفئات الهشة، وإلى درجة أن بعض الدراسات تسميه بالوباء البروليتاري، وباء البروليتاري لأنك يضر فقط الفقراء الفقراء. ولكن من خلال ما توفر خاصة في دراسات من خلال الأرشيف الأوروبي، فذهبت ضحية هذا الوباء كل الفئات العمرية من أطفال شباب وكهول، كما أنه ذهب ضحيته الغني والفقير إلى غير ذلك. سي مصطفى نشاط، واحد السؤال أيضا هو بأنه الآن في المغرب راه أن كل شيء عارف، احنا أنت كتكلم معنا من وجدان، أنت في البيت ديالك في المنزل ديالك، هذا النقاش هذا ديال الحجر الصحي وبأن الناس يبقاو في ديورهم بأنها تكون واحد إجراءات احترازية، فكان أيضا نقاش حتى منذ قرون عند المغاربة سواء عند العلماء والفقهاء وعند الناس ديال المخزن ما يسمى بالمخزن هذاك، كان واحد النقاش على الاحتراز، كيفاش المغاربة تعاملوا مع القضية ديال الاحتراز والبقاء في المنازل وبأنه ياخذوا بالهم وحذرهم من العدوى، كيفاش تعاملوا مع هذه القضية هذه؟ نعم، هذا يجرنا إلى تلك الليلة المشؤومة التي بدت فيها وسائل الاتصال خروج مجموعة من الناس في بعض المدن المغربية بعد حلول كورونا. في الواقع لنفهم هذه الظاهرة لابد من العودة إلى الدرس التاريخي، ولا شك أن التاريخ من خلال أو باعتباره مجالا للعبرة لا شك في أنه يفيد في هذا المستوى وفي فهم مجموعة من الظواهر الاجتماعية. 2020 ضرب المغرب هذا الوباء المعروف بكورونا 19. من غريب الصدف أن في تاريخ المغرب في العشرينية من كل قرن تقريبا منذ 1520 هناك حضور لوباء معين يضرب العالم ويضرب المغرب كذلك. 1520، 1620، 1720، 1820، والآن نلاحظ 2020. خصنا نقول نحيدوا 20 من الكالندري. هل رقم 20 فعلا رمزية؟ هذا لا يحتاج إلى دراسة من جانب المتخصصين في علم الفلك وعلوم أخرى. نرجع للقضية الحجر الصحي. فعلا حينما نعود إلى التاريخ نلاحظ أن هناك اتجاهان كبيرة لعلهما هما اللذان يظلان حاضرا لحد الآن ولو أننا نعيش في القرن 21. هذان الاتجاهان يسيران وفق خط غير متجانس. الاتجاه الأول يرى بأن الوباء قدر مقدر، وبالتالي يجب أن نخضع للقضاء وننتظر الموت على أي حال. وهذا الاتجاه كما قلت يعود من خلال مرجعيته لمجموعة من الأحاديث النبوية، لأن المرجع هنا مجموعة من الأحاديث التي ترد خاصة في أبواب حلول الطاعون وطرق الاحتراز منه، أو في بعض كتب النوازل التي تتحدث عن مجموعة من الأسئلة التي وردت على فقهاء ليفتوا من خلالها عن المخرج الشرعي لحلول أو نزول وباء ببلد ما. ونجد مجموعة من الأحاديث على أي حال تقرأ قراءات مختلفة. مثلا هناك الوباء أو عفوا الحديث الذي يقول أن المطعون شهيد، بمعنى أن الميت نتيجة الطاعون فهو يندرج ضمن زمرة الشهداء. وفعلا في التاريخ نجد مثلا بالنسبة لما حل الطاعون الأسود بالمغرب لسان الدين الخاطب وابن خلدون هذان عالمان يشكلان ضوءا لامعا في مستوى معالجة ومقاربة هذا الوباء على المستوى الطبي والاجتماعي. ابن خلدون شرح في مقدمته حلول الطاعون بأسباب علمية محضة، فهو بالنسبة إليه الطاعون يعود إلى فساد الهواء وإلى انتشار الرطوبة وإلى عدم مراعاة الشروط الصحية في تخطيط المدن خاصة على مستوى التهوية. لسان الدين الخطيب
في رسالته مقنعه السائل عن المرض الهائل دخل في جدال انصدامي مع منكر العدوى، وقدم لهم من خلال تحليل تجريبي علمي الدليل على ان هناك عدوى من جراء الطاعون. مثلا يتحدث كيف ان المناطق البعيده النائيه التي لا تصلها الطرق لم تصب بالطاعون نظرا لانعزالها. يتحدث كيف ان مجموعه من المساجين في بعض السجون لم يصابوا نتيجة انعزالهم، واحسن نموذج يقدمه هو الذي جاء في حديثه عن احد المتصوفه في سالا. تحدث كيف ان هذا المتصوف مسمى ابن ابي مدين كان يقول بانتشار العدوى، والتجأ الى اقتناء ما يحتاج اليه من مؤن غذائيه، وأغلق على منزله هو وعياله وأهله بحيث لا يدخل داخل إلى المنزل ولا يخرج من في المنزل إلى خارجه. داكشي اللي كنديروا حنا دابا. هو داكشي اللي كنديروا حنا دابا. هذا هو الحجر الصحي في أحسن تجلياته. وبسرعة سي مصطفى مشات لأن ما بقاش عندنا الوقت بزاف، واحد في دقيقة الله يخليك. نعم، إذا لم يصب كذلك، وبينما مدينة سلا كانت تحصي عدد ضحاياها الكثر نتيجة عدم الاحتراز وعدم الأخذ بالحجر الصحي. في تاريخنا عندنا مجموعة من الفقهاء، ولعلي هنا لضيق الوقت استحضر أحمد بن عجيبة المتصوف المتوفى سنة 1809، كتب كتابا يسمى سلك الدراري في ذكر القضاء والقدر، بحيث كان ينفي وجود العدوى، والنتيجة أن أبناءه توفوا كلهم من جراء الطاعون، ثم هو كذلك توفى بعد ذلك من جراء الطاعون. إذن المسألة واضحة، هناك دعوة صريحة من خلال الأحاديث. القراءة العلمية للأحاديث النبوية تقول بأنه لا بد من تبني حجر صحي واحتراز من أجل تفادي العدوى. عدا ذلك فإن العدوى محققة، وبالتالي الوفاة من الوباء محققة. ومن خلال هذا المنبر أدعو المغاربة إلى قراءة تاريخهم، لأن هناك مجموعة من العبر، وأدعوهم أساسا إلى أغركوني في منازلهم. وشكرا. شكرا لك سي مصطفى نشاط، وذكر بأنك كنت معنا من وجدة، أستاذ تاريخ بكلية أدب بوجدة. غنتقلوا لبني ملال، يعني كنا من وجدة ننتقلوا الآن لبني ملال. السي عبد الكريم الجويطي الكاتب والروائي. سي عبد الكريم الجويطي مرحبا بك. مرحبا سي عبد الله. اهلا وسهلا. انت كاتب وروائي، يعني من بين الكتب من الروايات المشهوره ديالك روايه المغاربه، كيفاش كتشوف التحولات اللي كيعرف الان المجتمع ديالنا مع وباء الكورونا فيروس؟ اول شيء يمكن يلاحظه الانسان هو اننا احنا تنعيش في واحد العالم معولم، وطبعا العولمه فيها مزايا، ولكن ايضا كاين العولمه ديال الخير وكاين العولمه ديال الشر. اشياء كثيره اللي الان ما بقاش العالم فيه مكان معزول على مكان آخر، صار العالم جسد واحد، إذا مرض عضو تتداعى له كل أعضاء بالسهر والحمى. فطبعا هذا شيء جديد، لأنه في أزمنة غابرة كانت الجغرافيا أكبر من الآفة. كانت الطاعون إلى رجعنا للتاريخ تصاب مثلا اوروبا وشمال افريقيا، ولكن تبقى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه بعيده. كانت الافه مهما كبرت ولكن تشمل قطعه من الارض. الان الافه تملكت الجغرافيا، يعني واحد مرض وتملكت العالم. واحد مرض في الصين حنا تشدينا في المغرب. قلت لك واحد مرض في الصين حنا جلسنا في ديورنا في المغرب. واحد كان خفاش في الصين وحنا في ديورنا في المغرب. فهاد العولمه ديال الشر الا بغينا نقولوا، او عولمه الخطر، هي شيء مستجد في الحياه. لانه حتى الحرب العالميه مثلا كانت الثانيه ولا الاولى كانت تدور اساسا في المجال ديال اوروبا والشمال ديال افريقيا وفي اسيا في اليابان والصين الى اخره. الان اي شيء أصبح عنده واحد التأثير عالمي، الخير
عالمي والشر عالمي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية هو أنه الأزمات الكبرى والأزمات اللي تحدث قطيعة حقيقية في حياة البشرية تثبت شيء أساسي، هو أنه هذا مفهوم التقدم هو مفهوم خادع. أحيانا نعتقد بأن البشرية تركت أشياء كثيرة وراءها وأن هذه الأشياء لا تعود أبدا. في مجال الأمراض ولينا تلاحظوا مثلا عودة السل، حتى في الدول المتطورة جدا طبيا عودة الجداري، عودة الجدام، معنى أنه أمراض اللي البشرية قالت بأنه قضت عليهم نهائيا عودة تترجع بصيغة أخرى وبواحد الحيوية أخرى. أيضا بعض الأشكال والممارسات في العلاقات مع الدول اللي كنا نعتقد بأنه انتهت، مثل القرصنة، القرصنة اللي تنعرفه في القرن 17 وفي بداية القرن 18 وفي البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي واعتراض السفن وتحويلها إلى موانئ وأخذ الراكبين فيها كأسرى وأخذ الأشياء اللي فيها. الآن احنا تنشوفوا الآن يوميا حوادث ديال القرصنة بين الدول. تصور أن الدول في وقت ديال حقوق الإنسان وماذا شنو اللي تتسرق معدات طبية. من كان يتصور بأن في 2020 ستعود القرصنة بهذا الشكل؟ يمكن نعطيك سي عبد الله واحد الحادثة تاريخية. فتتعرف بأنه الفينيقيين اكتشفوا السواحل المغربية، يمكن إلا قلنا بأنه قرطاج تأسست في 814 قبل الميلاد، معنى أن حوالي 26 قرن ولا 27 اللي تتفصلنا على الحادث اللي غادي نقول. كانوا الفينيقيين تيجيو للسواحل المغربية يجيبوا البضائع، باش يبيعوا هاد البضائع تينزلوا للشاطئ، الشواطئ مخصوصة، تيشعلوا العافية باش يدير الدخان، تيجيو الأهالي تيشعلوا العافية وتيديروا البضاعة ديالهم وتيرجعوا للسفن. تيجيو الأهالي تيشوفوا هذيك البضاعة، تيجيبوا قدر من المال ولا الجلود ولا العاج ولا شنو تيحطوا حقها، تينزلوا الفينيقيين إلى عجباتهم هذاك المقابل تياخذوه وتيمشيو وتيخليوا البضاعة باش ياخذوها الأهالي. إلا ما عجبهمش تيرجعوا للسفينة، الآخرين تيزيدوا تيبقوا حتى تيتفقوا، هذوك تيطلعوا للسفينة حتى تيتفقوا على الثمن تياخذوه وتيمشيو. الآن يمكن تشوف فيديوهات بعض المواد اللي تتباع أو بعض الأشياء اللي تتسلم للبيوت، تيجيب مثلا بيتزا تيحطها في الباب تيبعد تيخرج من الدار تيحط الثمن ديالها وتيهز هذيك البيتزا. السلعة تجاور السلعة، مقيدة. الإنسان يحس بأن الإنسان الآخر خطر، أصبح الإنسان مهدد للإنسان. 26 قرن رجعنا للشكل البدائي اللي كانت تدار به التجارة، أي تتحط السلعة ويبتعد الإنسان والسلعة قريبة من السلعة ولكن الإنسان ما يقدرش يقرب من الإنسان. مسألة ثالثة أنه من عهد الكهوف وفي لحظات قليلة ديال الحروب اللي كانوا الناس تيمشيو فيها للملاجئ، الإنسان ما عمره ما تملك البيت ديالو مثل ما غادي يتملكوا مع كورونا. فالحياة المعاصرة جعلت أن البيوت ديالنا تحولت في الغالب إلى دورتوار، إلى مكان ديال النوم أو مكان ديال تناول الوجبات. الباقي الوقت يقضي الإنسان في البيت إما نائم أو يتناول الوجبات فقط. الآن هذه إعادة تملك البيت، أن تحس بأنك أنت في البيت وعندك الوقت وتستكشف البيت وتستكشف الناس اللي معك في البيت، هذا القرب اللي خلقته كورونا هو شيء جديد ومضاد للحياة المعاصرة اللي خلقت واحد الرغبات كبيرة، خلقت واحد الاهتمامات كبيرة، خلقت واحد الجري محموم للإنسان
لا يلتقط فيه الأنفاس. هذا المنفى الكبير اللي دخلتنا ليه المجتمع ديال الاستهلاك، الآن المجتمع ديال الاستهلاك تيتعرض لواحد ضربة قاسية، واحد لا ميزون كاستيون، واحد مسألة يوضع موضع تساؤل من طرف واحد المسألة الأخيرة هو أنه البشرية تعودت وبنات نفسها على العدو المرئي. عندنا واحد ترسانة هائلة أنفقت فيها ملايير الدولارات على الصواريخ، على القبة، على الباتريوت، على الصواريخ العابرة، القارات، حاملات الطائرات كذا. الآن العالم كله عاجز، هذه الدول اللي عندها الترسانة الجهنمية عاجزة أمام واحد الفيروس غير مرئي ما تيتشافش، وكل نظام ديال هاد الدول المتقدمة جدا تيحس بنفسه في مأزق. كل هاد السلاح لا ينفع، كل العنهجية والإحساس بالتفوق والإحساس بالتحكم في الأمور، كل هاد الأشياء توضعات موضع مساءلة. فهاد الأزمة ديال الكورونا سيموت فيها عالم وسيولد عالم جديد. والإنسان بصفة عامة، لا المسألة الأخرى سي عبد الله إلا سمحت لي، هو أنه كان في عادة في المغرب عندنا ولا في المجتمعات اللي بحالنا، المجتمعات التقليدية، كانت عادة عندنا هو أنه لما تنعيش واحد الآفة تيكتر عندنا هذا الحس القيامي، الحس بأننا إزاء القيامة. أعتقد أيضا حتى الممارسة الدينية القيامة ستتغير بشكل كتعني القيامة يعني فناء العالم، نهاية العالم، فناء العالم. أي كل ما كان المغاربة إزاء آفة أو جائحة كبرى كانوا يحسون بأنه نهاية العالم قريبة، ويلودون بالزوايا، ويلودون بالذكر، ويلودون بهذه الممارسة الجماعية التعبدية اللي شنا في طنجة. هذه راه جايه بقرون امام العجز المطلق وامام عدم الفهم العلمي للظاهره. البعض يعتقد بان اللود بالذكر والصياح والخروج بشكل هستيري ممكن انه يوقف الافه. الان تبين الى تبعنا الامور في المغرب وفي البلدان اللي تتشبهنا ان هذا الحس ديال القيامه وبنهاية العالم تراجع بواحد الشكل كبير. من بعد هذه الجائحة اللي تنتمنى أنها تمر، سنكون إزاء تدين من نوع آخر. الآن البيوت ديال التدين، الله يوجد في كل مكان، والأرض جعلت مسجدا طهورا، هذه الممارسة الجماعية العقائد اللي فيها الرياء والاستعراض أكثر ما فيها التقوى الحقيقي. الآن ممكن هاد كورونا غدير لنا واحد الفرز، وأنا تنتمنى تخرج تدين إنساني متسامح، يقبل الاختلاف ويعتبر بأنه التقوى الحقيقي هو يبنى في علاقة مستترة مع الله، ماشي التقوى اللي فيه العين على الآخر والعين على داكشي ديال شوفوني انا راه تقي، وشوفوني رانا ورع، وشوفوني رانا اسمو. اعتقد بانه هذا النوع ديال التدين سيصاب في مقتل، وهو تدين على يره معروفه كيف بني في الفضائيات، وسخرت له امكانيات هائله باهداف معينه. اعتقد حتى هو الى تخلصنا منه غادي نكونوا ربحنا. سي عبد الكريم، بغيت نسولك بعد شيء اخر، بانه انت كاتب روائي وايضا واحد قارئ جيد، يعني قارئ كتب، الان حاليا كاين واحد النوع ديال الرجوع وديال الاهتمام شيئا ما، نوعا ما، بالكتب، لان الوقت كاين. فبالتالي الناس ملي كتكون كتكلموا مثلا مع بعض المكتبات كيقول لك راه الان الناس ولاو عندهم واحد الاقبال على الكتب. كيفاش كتشوف الظاهره هذه ديال العلاقه الان حاليا ما بين الوباء والاداب والثقافه والقراءه؟
لانه هاد الكوننا في المنازل ديالنا اعطتنا واحد النوع ديال الزمن المستعاد. تتعرف من الاجزاء ديال لا ريشيرش دي طون بيردي، في اخر جزء فيها هو لو طون روتروفي، هو الزمن الذي نعثر عليه. الروايه ديال الكاتب الفرنسي مارسيل بروست. مارسيل بروست اعطتنا هذه الامكانيه ديال العثور مجددا على الزمن، لانه الزمن افتقدناه، ولينا ضحايا ديال واحد السرعه. لما عثرنا على الزمن عثرنا على المتع التي يوفرها الزمن المستعاد، واهم متعه هي متعه ديال القراءه، لانه احنا في بيوتنا لما نقرا نسافر في العالم. فهمت يا استاذ عبد الله؟ بمعنى ان القراءه هو نوع من 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 السفر في العالم وانت في البيت. حين تقرا روايه يابانيه او روايه ديال امريكا اللاتينيه انت تعيش في اجواء اليابان او اجواء امريكا او كولومبيا مثلا او الارجنتين كانك فيها. لا لا لا، الخيال المتضمن في الادب او متضمن في الفكر، لما انت نكون في عزله نحتاج لواحد المساحه كبيره ديال الخيال. ما اعطتنا هاد كورونا وهي من الايجابيات ديالها هو ان هاد القدره على اننا نتملكوا البيت، نتملكوا الوقت، نتملكوا القدره على الخيال، ونتملكوا القدره على العناق ديال الافكار. لانه العالم، ولو ان العالم مليء بالشرور، ولكن ايضا العالم مليء بالافكار المهمه والافكار الخلاقه والافكار اللي فيها تتجسد فيها الانسانيه الحقيقيه اللي كلنا تنشدوا انها تكون. سي عبد الكريم الجويطي، هذا واحد السؤال شخصي لك، بانك انت اختاريتي هذه مده ماشي غير دابا عندها علاقه بكورونا فيروس، اختاريتي مده بانك تسكن في الباديه، انك انت ساكن في الضواحي ديال بن ملال، واش ما كتلاحظش الان بانه حتى هذا كاين واحد الان علاقه نوعا ما غتعاود الصياغه ديالها ما بين السكن في المدن والسكن في البوادي؟ شحال واحد كتكون يهضر معاه دابا كيقول لك انا والله ما كرهت دابا نكون عايش في الباديه في هذا الوقت هذا. واش ما كتظنش بانه يقع واحد التحول في هذه العلاقه بالمدن وعلاقه بالباديه؟ انا الاصدقاء كلهم اللي تيسولوني تنقول لهم انا تنحس بالحجر الصحي وهاد الظروف لما تنجي لبني ملال باش نتقدى ولا ناخذ شي لوازم، ولكن انا في البيت لانه انا محاط بواحد البستان كبير وبالاشجار لا احس نهائيا بانني تنعيش هاد الظروف الاستثنائيه اللي تيعيشوها الناس. فهاد القرار طبعا هو عنده علاقه مع الطفوله، لان انا نشات في بيت كان الباب ديالو مفتوح على بستان، وكانت عندي دائما هذه الرغبه انني اعيد الطفوله بشكل ان اعيش في كباري طفوله من نوع اخر. لذلك هذا الخيار، وانا قريت عند مفكر امريكي لا يحضرني الاسم ديالو، قال من الاشياء التي تنبهنا اليها كورونا لمن استطاع سبيله هو انه يكون عنده بيت فيه حديقه او امكانيه انه نرجعوا لهذاك السكن ديال البيوت اللي عندها علاقه مع الطبيعه. طبعا الباديه الان، الباديه واحد النداء كبير في البشريه كلها، ماشي عيب بالنسبه لنا. كل البشريه من بعد كورونا، من بعد هذه الجائحه، ستعود للطبيعه، ستعود للجبال، الوهاد، المفازات الكبرى، لانه هذه البشريه غادي تبغي تنتقم من هاد الفترات العصيبه ديال 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 التواجد في مكان واحد ديال العزله، وغادي نشاهدوا واحد الانسانيه جديده اللي تنتمنى انها تعرف بان الارض يمكن تحمل الانسان وتحمل حماقات الانسان، ولكن الارض قادره بفيروس صغير ان تدل الانسان وان تريح نفسها منه. فالان راها الاسماك رجعت في فينيسيا، الطيور عادت لاماكن ما عمرها ما قد توصل لها، زرقة الماء في البحار اصبحت في واحد الجوده، الان الكره الارضيه تستريح نوعا ما من البشر. من شرور الانسان. شكرا لك سعد كريم الجويطي، كنذكر بانك اجتماعي. بارك الله عليك سعد الله. شكرا لك.
إذن أذكر بأن الضيوف ديالنا اليوم فكانوا من ثلاثة المدن، وكان معنا يوسف الهوت من الولايات المتحدة الأمريكية، أستاذ في علم الأوبئة بجامعة هارفارد، كان معنا أيضا مصطفى نشاط أستاذ التاريخ بكلية الأدب بوجدة، وأيضا عبد الكريم الجويطي كاتب وروائي. تكلمنا اليوم على الأبعاد العلمية بطبيعة الحال كورونا فيروس، ولكن أيضا بجوانب ثقافية ومجتمعية وتاريخية مرتبطة بالأوبئة وعلاقة المغاربة بالأوبئة. كنشكركم مرة أخرى، كنطلب منكم مرة أخرى بأنكم تقفوا في البيوت ديالكم، على أمل بأن نلتقي بكم الأسبوع المقبل. شكرا لكم.